السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وادي ان شاء الله راح نديرو خبيزات السلق. اول حاجه نبدا بها هي حكمه السلق تاعي اللي هو السبانخ. هكذا باش تفهموني، زوج ربطات نقيتهم قطعتهم رقيق، غليتهم في الماء فقط، صفيتهم وعصرتهم مليح، مازال ما نخلوش فيهم الماء، عصرتهم مليح وها هما امامكم. راح نحتاج حوالي زوج حبيبات تاع البيض، لان على حسب الكميه تاع السلق تاعنا. المعدنوس مقطع رقيق، بصله مسكرفجه، فص تاع الثوم فقط، ملح وفلفل اسود، وحوالي زوج مغارف ثلاثه تاع الفرينه. نبدا مباشره بطريقه التحضير. اذا ندير مسكرفجه داك الفص تاع الثوم، يعني تعتبر كمقبله هاد الخبيزات هادوما. ندير لهم حبيبه تاع البصل مسكرفجه، المعدنوس، ندير لهم شويه تاع الفلفل الاسود، وزوج حبيبات تاع البيض، الملح. دائما ناخذ حذر في السلق، ما يحبش الملح بزاف لانه ما يرفدش هو. نديروا الملح ونخلط المقادير مع بعض تاع السلق والبيض، خلطوهم مليح. بهذه الطريقه من بعد نزيد لهم حوالي زوج مغارف كبار حتى ثلاثه تاع الفرينه، يعني ندير ونشوف، ندير زوج مغارف ونشوف الخليط، يعني ربما نتوما تعملوا كميه اكبر طبيعه الحال تزيدوا البيض. أنا نشوفو تكفي، يعني شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، يعني كي نبداو في بالمغرف، يعني ها هو. اذا ها هو الخليط تاعنا امامنا واجد. اذا ندير الزيت سخون ونرجع لكم فيما بعد. هنا بعد ما سخنت الزيت نرفد الخبيزات تاوعي، يعني بالملعقه بهذه الطريقه، نرفد بالملعقه ونحط في الزيت تاعنا ونقلي هاد الخبيزات هادوما. نجرب كيفاش يعني نسقمهم يخرجونا مدورين، يخرجوناش معوجين. اذا ندير بهذه الطريقه، اذا نكمل كامل الخبيزات تاوعي بهذه الطريقه، نقليهم. اذا نحمرهم على الجهتين، نقليهم مليح. معنا نشوفو حتى ياخذوا اللون احمر باش نحيهم. اذا نكمل نقلي كامل الكميه تاعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هما خبيزات تاع السلق معنا واجدين، يجوا روعه حتى ريحتهم تجي ما شاء الله. ها هما امامكم، نقسم لكم حبيبه باش تشوفوهم. ها هي يعني مغذيه، كما نعرفوا ان السلق مغذي. اذا هذه مثلا نقدمها كمقبله. اذا كما نقدر نقدمهم مع صوص بيضه، انا طيبت الدجاج عادي مرقه بيضه بالحميصه، ملح وفلفل الكحل وشويه تاع القرفه. ها هما هنا يعتبر طبق رئيسي، يعني تقدري تقدميهم كمقبله وحدهم مع سلطه، كما تقدري تقدميهم طبق رئيسي مع المريقه بيضه ولا حمراء كما حبيتي. نتمنى انها تعجبك الوصفه تاع اليوم، ولا عجبتك الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.